ينضم لنا كمان احد نجمات منتخب مصر ونادي الاهلي كابتن شروق فؤاد. مبروك يا كابتن شروق، بطوله الرابعه زي ما بنقول بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي، حابه تقولي ايه النهارده بعد الفوز والاداء المميز بالنسبه لك؟ الله يبارك فيك اولا. ثاني حاجه انا بشكر طبعا مجلس الاداره والجهاز الفني، جماهير النادي الاهلي على دعمهم لينا على طول، ورانا في اي حته وعلى طول اي حاجه احنا بنطلبها يعني بيبقوا معانا ومش بيرفضوا لنا اي طلب يعني الحمد لله. حققنا 4 بطولات السنه دي، دي حاجه يعني تحدث في التاريخ، انجاز يعني لينا وانجاز للجهاز الفني ومجلس الاداره اكيد يعني. بس يعني بس احنا هدفنا الاساسي يعني هي كانت بطوله افريقيا الحمد لله. يعني زي ما بنقول متابعتكم المستمره كانت للرجال في بطوله افريقيا، شوفي اداء النادي الاهلي ازاي والتعاطف الكبير كمان اللي كان مع احمد قطب وجمهور النادي الاهلي ده، بتشوف المباراه الاخيره دي ازاي؟ هم عملوا بطوله على اعلى مستوى الصراحه. هي لما قطب اتصاب طبعا يعني كان في نسبه توتر شويه يعني، بس احنا عندنا يعني الاهلي ما بيقفش برده على حد، اكيد كل عناصر الاهلي كويسه وممتازه واللي نزل مكانه اكيد سد يعني. الفرقه كلها بيبقى عندها حماس يعني عشان على الاقل البطوله تبقى لي يعني، اللي هو انا هلعب عشانه يعني، عشان اكيد هو يعني الاصابه برده دي في فاينل، وقطب كمان لاعب مؤثر في الفرقه، فدي حاجه يعني اكيد يعني ضايقته قوي. بس الحمد لله هم كسبوا يعني افريقيا، لعبوا ماتش جيش كويس قوي، فانا حاسه ان هم كسبوا اصلا بكل سهوله يعني. بس الحمد لله يعني مبروك لينا بقى وليهم، والانجاز اللي يحتسب لينا وليهم يعني الحمد لله. قولي ايه للجهاز الفني الكابتن حمدي اللاعبات زميلاتك على الاداء المميز ده وحصولكم على 4 بطولات ولسه كمان الفتره اللي جايه مطالبين بمزيد من البطولات يا كابتن شروق؟ هو الجهاز الفني بجد تعب معانا جدا، احنا يعتبر سايبين بيوتنا وهم كمان سايبين كل حاجه ومصالحنا وكورساتنا وكل حاجه. هو السنه دي يعني الحمد لله احنا تعبنا قوي، فالحمد لله ربنا كافئنا يعني. الله يبارك فيك.